جيت مع ديك 7:30 8 الصباح، خرج بحالي من الدار، كنت طالع انا جهه الكوميساريه، وقلت نزلت نشري كارو، قلت لها السيدات قلت هنا الطريق ديالي، قلت جبرتو جالس هو الكلب ديالو جالس. واحد الساعه مشيت جبت كارو وجيت بقيت جالس مع السيد رفيق كيهضر معاه، وملي كنت باقي جالس معاه قالوا شي واحد علق راسو. ايوا ملي قالوا علق راسو كاش بنادم تجمع، ملي قلت انا هنا كجبر داك السيد اللي كان جالس هنايا هو اللي علق راسو. بقيت مستغرب كنشوف فيه، ما عرفتش حتى باش هو عين متشرد هنا عساس في هذا الباركي. قال لك كيجي عس هنا العشيه كيبات هنا الصباح كيمشي بحاله، واقيلا كان ماشي بحاله وجلس هنا خد جبرتو جالس هنا. هذا الشيء اللي كاين.